السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الجزء الثاني من درس مميزات عمود أو مميزات مواليد مميزات مستقبل ونقطة الاشتغال. إذا هذا الجزء الثاني ديال الدرس، اللي مازال ما شافش الجزء الأول غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال هذا الفيديو. الفقرة اللي غنتعرفوا عليها في هذا الدرس هي مميزات مستقبل. إذا أولا غنتعرفوا على تعريف ديال المستقبل. بالنسبة للتعريف ديال المستقبل، من خلال الاسم ديالو راه كاتبان مستقبل يعني يستقبل. ماذا المستقبل؟ يستقبل الطاقة الكهربائية. إذا المستقبل هو ثنائي قطب عنده جوج ديال الأقطاب، يحول جزءا من الطاقة الكهربائية المكتسبة إلى شكل آخر من الطاقة بالإضافة إلى طاقة حرارية. إذا المستقبل كيكون عنده جوج ديال المرابط ثنائي قطب، كيحول ديك الطاقة اللي كيكتسبها، الطاقة الكهربائية اللي كياخذها، كيحولها إلى شكل آخر من الطاقة زائد طاقة حرارية. فحالاش؟ فحال مثلا المحلل الكهربائي، باللغة الفرنسية كيتسمى إلكتروليزور، والمحرك الكهربائي موتور. هاد المحرك الكهربائي كما كتعرفوا كاملين هو الموتور. شنو كيدير باش يمكن لينا ندورو؟ خصنا الكهرباء. اذا كياخذ الطاقه الكهربائيه، ملي كياخذ ديك الطاقه الكهربائيه شنو كيعطينا؟ كيعطينا طاقه حركيه، يعني كيبدا يدور. ولكن ما كيعطيناش غير طاقه حركيه، كيعطينا طاقه حركيه زائد الطاقه الحراريه، يعني مع المده كيسخن. اذا هذا كيتعتبر مستقبل. اذا هذا هو التعريف ديال المستقبل. بتتم في هذا الفقره هذه غنهتموا بالمحلل الكهربائي. بالنسبه للمحلل الكهربائي، هو الصوره عندكم على اليسار هنا كما كتشوفوا. هذا المحلل الكهربائي فهو ثنائي قطب عنده جوج ديال الاقطاب، مكون من الكترودين مغمورين في محلول مائي موصل للكهرباء، حيث تحدث تحولات كيميائيه. اذا هذا المحلل الكهربائي، هذه الصوره ديالو، عنده جوج ديال الالكترودات، كاين هذا وكاين هذا. هذ الالكترودين فهما مغمورين في الماء، درناهم في الداخل ديال الماء، هذا الماء هذا موصل للكهرباء، وفي الداخل ديالهم كتوقع تحولات كيميائيه. اذا ما بين هذ الالكترودات كيوقع واحد التحولات كيميائيه. بالنسبه للرمز ديال هذا المحلل الكهربائي، كنرمزو ليه بالرمز الاصطلاحي التالي. كنديروا واحد الدائره، ثم في الوسط ديالها كاين الكترودين. بالنسبه للمنحه ديال التيار والتوتر، هنا كنعتبروا على كنعتمدوا على اصطلاح مستقبل. شنو معنى ديال اصطلاح مستقبل؟ ان المنحى ديال التيار والتوتر كيكونوا متعاكسين. اذا الى افترضنا مثلا بان التيار الكهربائي ينتقل من ا الى بي، التوتر كيكون العكس، كيمشي من بي ل ا، اذا كيكونوا متعاكسين. اذا هذا كيتسمى اصطلاح مستقبل، هذا يسمى اصطلاح مستقبل. وفي الجزء الاول راه كنا شفنا اصطلاح مولد. بالنسبه لاصطلاح مولد، المولد كنرمزوا ليه بالرمز التالي. اذا كيكونوا واحد المربط كبير وواحد صغير. هذا اللي كبير كيكون موجب، اذا التيار كيخرج من القطب الموجب، والتوتر حتى هو كيكون معاه، كيكون فحال فحال. اذا هنا كيكون عندنا يو بي ان. اذا بالنسبه للصلاح موليد، التيار والتوتر عندهم نفس المنحى. الصلاح مستقبل، التيار والتوتر عندهم منحيان متعاكسان. اذا كنتمنى ان هذه الفكره تكون واضحه. غندوزو دابا المميزه ديال هذا المحلل الكهربائي. بالنسبه لهذه المميزه، بعد القيام بالدراسه التجريبيه الى غير ذلك، حصلنا على واحد المميزه على الشكل التالي. حصلنا على هذه المميزه هذه، غنحددوا شنو هما الخصائص ديالها. اذا المحلل الكهربائي نقول بانه ثنائي قطب غير نشيط. علاش ثنائي قطب غير نشيط؟ لان المميزه ديالو تمر من اصل محورين. اذا الى شفتوا هنا كدوز من الصفر، بما انها كدوز من اصل محورين، وبالتالي فهو غير نشيط، بمعنى انه لا ينتج التيار الكهربائي بنفسه. ثم انها تماثليه، يعني انه تماثلي. علاش تماثلي؟ لان مميزته متماثله بالنسبه للاصل، بالنسبه لاصل المعلم. هنا ما كملتش هنا مع الاسف، انا درت لكم غير واحد الجزء. دونك الى جينا نكملوا هذه المميزه غتكون على هذا الشكل، يعني هنا عاوتاني كتكون هابطه هكا، ثم عاد من بعد كتمشي على الجهه هذه. اذا الى شفنا هذه المميزه بالنسبه للاف فهي متماثله، يعني هذا الجزء هذا اللي في الاعلى كيشبه الجزء هذا اللي في الاسفل، لذلك نقول بانه تماثلي. وبالضبط شنو معنى ديال تماثلي؟ يعني بانه يحافظ على نفس السلوك اذا عكسنا مربطه، يعني سواء مثلا اذا كان عندنا المحلل على هذا الشكل، مثلا كانت هنا النقطة أ والنقطة ب، يعني ركبناه مثلا في واحد الدارة بحال هكا، سواء ركبناه هكا أو لا ركبناه على هذا الشكل، يعني هنا ب وهنا أ، راه كيتصرف بنفس الطريقة. هذا هو المعنى ديال بأنه تماثلي. فحال المصباح كيما ركبتي راه كيخدم. ثم أن مميزته فهي غير خطية. ملي باش تكون مميزة خطية، خص تكون مميزة عبارة عن مستقيم. دابا إلا شفتوا معايا هنا هذه المميزة ماشي مستقيم. فين المشكل؟ فين كاين؟ كاين في هذا الجزء اللي في الأسفل، هذا ماشي مستقيم، من ما بين إم وإن مستقيم، ولكن هنا في التحت ماشي مستقيم، وبالتالي نقول بأن مميزته غير خطية.
غير هو انه في الجزء ام ان الى خدينا ما بين هذه النقطه ام وهذه النقطه ان الى خدينا هنا، هذه المميزه عباره عن مستقيم، عباره عن واحد القطعه. اذا بما ان المميزه في هذه الحاله عباره عن قطعه من المستقيم، لذلك نقول بان محلل الكهربائي مستقبل خطي، ولكن مستقبل خطي غير في هذا الجزء هذا ام ان، يعني ماشي في كل شيء غير ما بين النقطه ام و ان، لان ملي كنقولوا خطي يعني ان ديك المميزه ديالو كتكون عباره عن مستقيم او جزء من مستقيم. ثم غادي ندوزوا لحاجه اخرى. دابا بعد ما عرفنا الخصائص ديال هذه المميزه غنحاولوا نصيغوا قانون ام بالنسبه للمستقبل. اذا عندنا التوتر الذي يقابل نقطه التقاطع بين المستقيم الذي نمثل به الطرف المستقيم من المميزه ومحور الاراتي بيسمى القوه الكهرومحركه المضاده، نرمز له ب او بريم ويعبر عنه بالفولت. اذا بالنسبه لهذه الجمله المعنى ديالها ان ملي كنهضروا على المؤمثل، التوتر المؤمثل ولا المميزه المؤمثله هي البلاصه اللي كتكون فيها مستقيميه، هي هذه. اذا الا درنا امتداد ديال هذه المميزه هذه غنديروا امتداد ديالها هنا. دونك ملي نديروا امتداد ديالها شنو غنلقاو؟ غنلقاوها بان قطعت هذا المحور الاراتي في هذه النقطه. هذه النقطه هذه اللي قطعت فيها محور الاراتي هي اللي كنرمزوا ليها ب او بريم، او فتحه. وهاد او بريم كنسميوها القوه الكهرومحركه المضاده للمحلل. دونك كنرمزوا ليها ب او بريم والوحده ديالها هي الفولت. اذا الطريقه باش كنحددوها سهله، كنشددوا ديك المميزه كنديروا امتداد ديالها كنطولوها بطبيعه الحال بمسطره، البلاصه اللي غتقطع فيها مع محور الاراتي هي اللي كنسميوها او بريم. ثم كذلك بما ان قلنا هذه المميزه ما بين ام وان عباره عن خط مستقيم، وبالتالي غيكون عندها معامل موجه. اذا يمثل المعامل الموجه المقاومه الداخليه ار بريم للمحلل الكهربائي، يعبر عنها بالام. اذا بالنسبه لهذه القطعه ما بين ام وان، المعامل الموجه ديالها هو اللي كيمثل لنا المقاومه الداخليه وكنرمزوا لها بار بريم. علاش درنا هنا او بريم وار بريم؟ باش ما يتخلطش لنا مع المولد مع الجزء الاول. اذا من خلال هاد النتائج اللي توصلنا اليوم هنا، اذا عندنا او بريم وعندنا ار بريم، وبالتالي يمكن صياغه قانون ام بالنسبه للمستقبل. قانون ام بالنسبه للمستقبل يكتب على الشكل التالي، ان يو ا بي التوتر بين مربطي كيساوي او بريم زائد ار بريم في اي. بالنسبه للمولد نعاود نذكركم الجزء الاول، المولد كنا شفنا بان يو بي ان تساوي او ناقص ار في اي، هذا بالنسبه للمولد. دابا المستقبل كنديروا يو ا بي تساوي او بريم زائد ار بريم في اي. اذا الا بغيتي تحدد فين كاين اختلاف، اولا بالنسبه للاو وار كنزيدوا لهم بريم فتحه، ثم المولد عنده ناقص ار اي، هنا بالنسبه للمستقبل عنده زائد ار اي. علاش؟ لان المولد المميزه ديالو كنا شفناها بحال هكا كتبقى هذا وكتنقص، في حين ان هذا المميزه ديالو كتبقى تصاعديه. اذا هذا هو السبب علاش هنا كنديروا زائد وهنا كنديروا ناقص. اذا اللي غتعقلوا عليه دابا نتوما غتعقلوا لأن قانون أم بالنسبة للمستقبل يكتب على الشكل التالي، يو أ بي تساوي أو بريم زائد أر بريم في إي. إذا هذه علاقة مهمة جدا، بحيث أن أو بريم تسمى القوة الكهرومحركة المضادة. كيفاش كنحددوها؟ كنديروا امتداد ديال هذا الخط، البلاصة اللي غيتقاطعوا فيها يو أ بريم. ثم بالنسبة لأر كنديروا معامل موجه. شنو هو المعنى ديال المعامل الموجه؟ كناخذوا نقطتين، غناخذوا مثلا هاد إم نحددوا إحداثية ديالها، وإن غنحددوا إحداثية ديالها، ثم غنديروا يو على إي. إذا كما درنا بالنسبة للعمود أو بالنسبة للمولد. غندوزو الفقره المواليه اللي هي نقطه الاشتغال. اذا هنا باش نعرفوا شنو معنى ديال نقطه الاشتغال غنقوموا بواحد الدوره التاليه، بواحد التركيب التجريبي التالي. فهاد التركيب التجريبي عندنا واحد المولد، واحد الجينيراتور، ثم عندنا واحد الموصل اومي، واحد ريزيستونس، ثم عندنا واحد القاطع ديال التيار. دونك اول حاجه قبل ما كنبغي ندير واحد الدوره كهربائيه كيخصني نعرف هذا الموصل اومي شنو هو التوتر والتيار باش كيشتغل. لان الا كان مثلا عندي هذا المولد كيعطيني مثلا واحد التوتر اللي هو عالي، وجيت مباشره ركبت مع هذا الموصل اومي ممكن تسبب في اتلاف ديالو. اذا خصني اولا نعرف شنو هي المميزات ديالو. لذلك نقول بانه لانجاز دوره كهربائيه تحتوي على ثنائي قطب نشيط بحال المولد واخر غير نشيط الموصل اومي، يجب التعرف على التوتر يو اف بين قطبيهما، اذا التوتر ديال المولد والتوتر ديال الموصل اومي، وشده التيار اي اف التي تجتاز كلا منهما لتفادي اتلاف المركبات. اذا خصنا اولا نعرفوا التوتر ديال كل واحد وشده التيار اللي دايزه في كل واحد باش نحافظوا عليهم من التلف. بالنسبه لهاد يو اف واي اف هي اللي كنسميوها النقطه اف، وكتسمى بنقطه اشتغال الداره، يعني لو بوان دو فونكسيونمون، يعني نقطه الاشتغال. هنا منين جمع هذا الحرف اف؟ اذا بحيث ان هنا اي اف هو الافصول ويو اف هو الارتوب ديال هاد نقطه الاشتغال.
هاد نقطه الاشتغال ملي كنبغيو نحددوها كاينين جوج ديال الطرق، ولكن في الحقيقه ما كاينينش جوج ديال الطرق، كاينين ثلاثه. الطريقه الاولى اللي كاينه هي الطريقه التجريبيه. شنو معنى ديال الطريقه التجريبيه؟ حنا الهدف من هذا الشيء كامل هو خصنا نحددوا شده التيار ونحددوا التوتر. كما كتعرفوا كاملين بالنسبه لشده التيار فهي تقاس باستعمال جهاز الامبيرمتر. الامبيرمتر فهو يركب على التوالي. اذا في الطريقه التجريبيه كنجيو هنا لهذه الداره كنركبوا الامبيرمتر، مثلا غنجي هنا غنركب الامبيرمتر. اذا الامبيرمتر هذا الامبيرمتر هذا شنو غيعطيني؟ غيعطيني شده التيار، يعني غيعطيني اي اف. غنعرف اي اف شحال كتساوي. ثم يو هذا التوتر، التوتر يقاس باستعمال جهاز الفولتميتر. جهاز الفولتميتر فهو يركب على التوازي. اذا غنجيو مثلا هنا وغنركبه على التوازي مع الموصل الاومي، او لا هنا لتحت او لا الفوق مع المولد، فحال فحال. هذا الفولتميتر هذا شنو غيعطينا؟ غيعطينا يو اف. اذا وبالتالي غنكونوا تمكنا من تحديد نقطه الاشتغال، عرفنا احداثيات ديالها، يعني اي اف غيعطينا الامبيرمتر، يو اف غيعطينا جهاز الفولتميتر. اذا هذه الطريقه الاولى اللي هي الطريقه التجريبيه، ولكن بطبيعه الحال انتم ما عندكمش معده تجريبيه، لذلك هذه ما كنشيروش ليها. اذا كنمشيو واحد جوج طرق اللي كتعطى لكم في الفروض وفي الامتحانات. هذه الطريقه الاولى هي اللي كنسميوها الطريقه المبيانيه. فباش يمكن لينا نحددوا هذه نقطه الاشتغال عن طريق المبيان، اولا كنرسموا مميزات كل من المولد والموصل الاومي. المميزه ديال المولد شفناها في الجزء الاول، قلنا عباره عن واحد الجزء من المستقيم كيبدا من واحد القيمه، ما كدوش من الصفر، كيبدا من واحد القيمه وكتم هابطه. اذا هذه اللي بالازرق هي مميزات مولد. ثم مميزات موصل اومي شفناها في الدرس اللي قبل، قلنا عباره عن خط يمر من اصل محورين. اذا هي هذه اللي بالاحمر، اذا هذه موصل اومي، موصل اومي هذه مميزه ديالو. في نفس المعلم كنمثلوهم بجوج في نفس المعلم وبنفس السلم، كنحتاموا نفس السلم ايضا. ملي كنمثلو هادو، هاد المميزه اللي بالزرق واللي بالاحمر، كنلاحظوا بانهم كيتقاطعوا في واحد النقطه. هذيك النقطه اللي كيتقاطعوا فيها كنرمزوا ليها بحرف اف، وهي اللي كنسميوها نقطه الاشتغال. اذا التقاطع ديالهم هي اللي كنرمزوا ليها بحرف اف وكتسمى نقطه الاشتغال. اذا من خلال هذا المبيان باش نحددوا الاحداثيات شنو كنديروا؟ كندير الاسقاط. اذا ديك النقطه اللي غيتقاطعوا فيها كندير الاسقاط على محور الافاصيل. اذا كنلاحظ بانه كيتقاطع مع محور الافاصيل في واحد البلاصه اللي غادي نرمز ليه اي اف. ثم من بعد غندير اسقاط على محور الاراتيب، وغنلاحظ بانه كيتقاطع مع محور الاراتيب في واحد النقطه اللي غنرمزوا ليها ب يو اف. علاش هنا درنا يو؟ لان محور الاراتيب فيه التوتر ومحور الافاصيل فيه شده التيار. ثم كنحدد الاحداثيات، اذا غنبدا ب اي اف. اذا اي اف هنا جاتنا تقريبا ما بين 0.2 و ما 0.3، ولكن ما كاينش في الوسط بالضبط. اذا تقريبا غنلقاوها بانها تساوي 0.23 امبير تقريبا. اذا كنحددوها حنا مبيانيا. ثم بالنسبه لليو اف هذه باينه، اذا في الا درنا اسقاط شحال لقينا؟ لقينا 4. اذا يو اف تساوي 4. اذا هادو هما احداثيات ديال النقطه اف. اذا تكتب على الشكل التالي، اذا الافصول هو 0.23 امبير، الارتب هو 4 فولت. شنو هو الهدف من هذه نقطه الاشتغال؟ هاد نقطة الاشتغال فهي كتميز لينا حالة اشتغال ثنائي القطب النشيط وثنائي القطب غير النشيط معا. يعني في هاد الحالة هادي، في هاد النقطة هادي كيكونوا كيخدموا بجوج بهم في نفس الوقت، كيخدموا بجوج بهم معا. دونك احنا دابا عرفنا الطريقة الأولى اللي هي الطريقة المبيانية، دابا غندوزو للطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي الطريقة الحسابية. فهاد الطريقة الحسابية غنعتمدوا على التركيب التجريبي التالي. دونك نفس التركيب ديال قبيلة، عندنا المولد وعندنا الموصل الأومي. بالنسبه للتيار الكهربائي كما كتعرفوا كيخرج من القطب الموجب. القطب الموجب هو هو اللي كيكون كبير دائما. اذا هذا زائد هذا ناقص، اذا التيار الكهربائي غيخرج من القطب الموجب. اذا غيمشي من الموجب ثم غيوصل هنا موصل اومي، غيدخل من هذه الجهه. بالنسبه للتوتر شفنا الصلاح ديال المولد. الصلاح ديال المولد شنو قلنا عليه؟ ان التيار والتوتر عندهم نفس المنحى. اذا يو بي ان غيكون بحال هكا، اذا التيار والتوتر عندهم نفس المنحى. ومن بعد شفنا الصلاح مستقبل. الصلاح مستقبل قلنا بان التيار والتوتر عندهم منحين متعاكسين. اذا شوفوا هنا اي، اذا كانت خرجت من هنا غتجي لهاد الجهه هذه ثم غتمشي من بي ل ا. اذا بما ان التيار غيمشي من بي ل ا، اذا التوتر فين غيمشي؟ غيمشي من ا لبي، العكس. لذلك نقول بان المنحى ديال يو ا بي هنا نحو اليمين والتيار نحو اليسار. اذا بالنسبه للمستقبل راه دائما التوتر والتيار متعاكسان. المولد لا كيكون عندهم فحال فحال. اذا من خلال هذه الداره هذه غادي نعاودوا نذكروا بقانون ام بالنسبه للمولد. قانون ام بالنسبه للمولد شفناه في الجزء الاول، يكتب على الشكل يو بي ان تساوي او ناقص ار فوا اي. اذا هذا شفناه في الجزء الاول، هذه علاقه خصكم تعقلوا عليها. ثم قانون ام بالنسبه للموصل اومي. علاش درنا المولد؟ حيت هذا مولد وهذا موصل اومي، موصل اومي. اذا غنحددوا قانون اوم بالنسبه للموصل الاومي. قانون اوم بالنسبه للموصل الاومي سهل، هو يو تساوي ار في اي. اذا قانون اوم بالنسبه للموصل الاومي يو ا بي تساوي ار في
اي ثم من خلال هذا التركيب هذا، الى شفتوا هنا هذا المولد وهذا الموصل الاومي كيفاش مركبين، مركبين على التوازي. وحنا كما شفنا في الدرس ديال التوتر الكهربائي، ملي كيكونوا جوج ديال ثنائيات القطب مركب على التوازي راه كيكون عندهم نفس التوتر. مثلا الا كان المولد عنده 12 فولت بينما ربطي الموصل الاومي حتى هي 12 فولت، علاش؟ حيت مركبين على التوازي. اذا يوجد نفس التوتر بين مربطي الموصل الاومي وقطبي العمود لانهما مركبان على التوازي، يوجد نفس التوتر بين مربطيهم. شنو كيعني هذا؟ يعني بان UPN تساوي UAB. إذا UPN تساوي UAB، غنعوضو UPN بالقيمة ديالها هي E ناقص R في E، وغنعوضو UAB بالقيمة ديالها هي R في E. من خلال ملي عوضناهم دابا شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نخرجو E. إذا لاحظوا معايا هنا ناقص هنا عندي ناقص R في E، ملي غنديها الجهة أخرى شنو غترجع؟ غترجع موجبة. إذا غتولي عندي E تساوي R في E، ما غتبقاش ناقص، غتولي زائد اغ صغيره في اي، حيت كانت ناقص ديتها الطرف الاخر. كتلاحظوا بان اي عندي في الطرفين، اذا شنو غادي نديرو؟ غنعملو بها. اذا غتولي عندي او تساوي اي عامل اغ كبيره زائد اغ صغيره، وانا على من كنقلب كنقلب على شده التيار اي. اذا باش نحدد اي شنو غادي ندير؟ اي تساوي دونك لاحظوا معايا هنا اغ زائد اغ هنا ضرب هنا راه كاينه في، اذا ملي غنديها عند او شنو غترجع؟ قسمه. اذا غتولي او على اغ زائد اغ. هاد اي اللي كتساوي او على اغ زائد اغ هي اللي كنسميوها اي اف، يعني الافصول ديال نقطه الاشتغال. اذا هذه هي الطريقه باش كنحددوها. اذا نستنتج احداثيات النقطه اف ان اي اف تساوي او على اغ زائد اغ، اغ كبيره زائد اغ صغيره. اذا شفتوا المراحل كيفاش بينتها. دابا من بعد حددنا اي اف، شنو اللي باقي غيخصنا؟ غيخصنا يو اف. اذا غنطبقوا قانون اوم. قانون اوم شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا ودي بان يو يساوي اغ في اي، اغ في اي. غنجي هنا للتوتر غادي نكتب فيها اف، وغنجي شده التيار حتى هي غنكتب فيها اف. اذا يو اف تساوي غنخليو اغ كما هي في اي اف، هي لقيناها هي او على اغ زائد اغ. اذا في او على اغ زائد اغ تساوي دابا اغ غنجيبها بلاصه او، وغادي نخرجها على الجانب. اذا غتولي عندي اغ على اغ كبيره زائد اغ صغيره في او. اذا هذا هو الارتوب ديال نقطه الاشتغال. اذا هذا هو الارتوب. اذا هذه هي كيفاش بيناها. انا غنكتب لكم الجواب مباشره. اذا يو اف تساوي اغ على اغ زائد اغ صغيره في او. شنو اللي درت؟ اذا عوضت اي ولقيت هذا الارتوب ديالها. اذا هذه الطريقه الحسابيه. اذا هذه هي هادو هما جوج طرق باش كنحددوا نقطه الاشتغال. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هو اخر فقره في هذا الدرس، اللي هو قانون بوي باللغه الفرنسيه، لو دو بوي. هذا واحد العالم فرنسي اللي دايك تسمات بالاسم ديالو. هذا بوي هو عالم فيزيائي فرنسي. هذا القانون بوي في الحقيقه راه هو اللي شفناه قبيله في شده التيار، ملي درنا بان اي تساوي او على اغ زائد اغ صغيره، راه نفس القانون غير دابا هنا، غير هنا هذا القانون هذا غيكون بصفه عامه، يعني على حسب شحال العدد ديال الاجهزه اللي عندك. النص ديال هذا القانون هو كالتالي. بون بالنسبه للبرهنه عليه رشتوها في الدرس، ما غاديش نعاود نديروها لان غنضيعوا فيها الوقت. غنكتب لكم النص مباشره. اذا النص ديال قانون بوي كيقول بانه تساوي شده التيار. اذا اولا بالنسبه لهذا القانون فهو الهدف منه هو تحديد شده التيار في ضاله متواليه، هذا هو الهدف من هذا القانون. اذا هذا القانون كنطبقوه ملي كنبغيو نحددوا شده التيار في واحد الضاله مركبه على التوالي. إذا هذا القانون كيقول لنا بأنه تساوي شدة التيار المار في دارة كهربائية مكونة من موصلات أومية، ما عرفناش شحال من موصل، وأعمدة ومستقبلات مركبة جميعها على التوالي، خصهم كلهم يكونوا على التوالي، خارج فرق مجموع القوى الكهرومحركة للأعمدة. القوى الكهرومحركة للأعمدة كمزولة بأو، إذا المجموع ديالها، إذا المجموع ديال أو، ومجموع القوى الكهرومحركة المضادة للمستقبلات، إذا المجموع ديال القوى الكهرومحركة، ولكن بيناتهم شنو اللي كاين؟ الفرق، يعني ناقص، على قسمة مجموع مقاومة الموصلات الأومية. الموصلات الأومية كنمزلها بلاصوم ديال اغ، المجموع ديال اغ، والمقاومات الداخلية، المقاومات الداخلية سواء ديال العمود وسواء ديال المستقبل. عموما كنعبروا عليه بالعلاقة التالية، كنكتبوا بأن اي تساوي المجموع ديال او ناقص مجموع ديال او بريم على مجموع ديال اغ زائد اغ صغيرة زائد اغ بريم. شنو معنى ديال هاد اي؟ يعني حسب العدد ديال الأجهزة اللي عندك في الدارة. مثلا إلا عندك مستقبل واحد غنديروا او واحد، إلا كانوا جوج غنديروا او واحد زائد او جوج. نفس الشيء هنا بالنسبة للمحلل،
محلل، الا كان محلل واحد غنديروا واحد، الا كان جوج غنديروا جوج، وهكذا. ونفس ايضا بالنسبه للمقاومه الى غير ذلك. اذا هذا هو النص ديال القانون بوي. غادي نشوفوا كيفاش ممكن نطبقوا. هو التطبيق ديالو فهو بسيط جدا، اسهل ما يكون غندوزوا واحد التطبيق باش نطبقوا في هذا القانون هذا. اذا كتب عندك هذه العلاقه هذه، عموما انا نعاود نكتبها لكم هنا. اذا هنا في هذه الثمان تطبيقات عندنا يعني نعتبروا التركيب جانبه. فهاد التركيب عندنا جوج ديال الاعمده، جوج ديال المولدات، كاين هذا المولد الاول، كاين هذا والمولد الثاني، وكاين جوج ديال الموصلات الاميه اغ واحد واغ جوج، وعندنا محلل واحد او لا مستقبل واحد المحلل. السؤال الاول يقول اذا عندنا هنا القيمه ديال كل وحده شنو كتساوي. السؤال الاول يقول بتطبيق قانون بوي حدد شده التيار الكهربائي المار في الضاره. اذا بالنسبه لقانون بوي كما شفنا قبيله شنو كيقول لنا. اذا اولا غنكتب النص ديالو. اذا كيقول لنا بان اي تساوي كنفتح واحد الكسر. اذا شنو كيساوي؟ كيساوي لنا المجموع ديال او اي ناقص المجموع ديال او بريم اي على المجموع ديال اغ كبيره اي زائد المجموع ديال اغ صغيره اي زائد المجموع ديال اغ بريم اي. يعني هاد اغ اي هادي ديال العمود، المقاومه الداخليه ديال العمود، او اغ بريم المقاومه الداخليه للمحلل. شنو غادي نديرو؟ غنعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. اذا اي تساوي، دونك ركزوا معايا دابا هنا، غنبداو ب او اي. شنو معنى ديال او اي؟ غنشوفوا شحال مولد عندي، شحال مولد عندي، عندي واحد جوج. اذا شنو غادي ندير؟ واحد زائد او جوج. اذا او واحد زائد او جوج. كون كان عندي مولد واحد غندير غير او واحد، كون كان عندي ثلاثه ديال المولدات غندير او واحد زائد او جوج زائد او ثلاثه. اذا شنو اللي تبعه؟ تبعه ناقص ناقص مجموع ديال او بريم. شحال من او بريم عندي هنا في الدار الكهربائيه؟ عندي غير وحده. اذا ناقص او بريم. كون كانوا عندي جوج غندير او واحد بريم زائد او جوج بريم، ولكن بين قوسين وناقص على برا. الا ما كانش كاع المحلل ما غاديش نديرو كاع او بريم، ما غاديش نكسبوها كاع. ثم غادي نقسموها على مجموع ديال اغ اي. اغ كبيره، شحال من اغ كبيره عندي؟ عندي واحد او جوج. اذا غادي نديرو اغ واحد زائد اغ جوج، ثم زائد المجموع ديال اغ اي. اغ اي يعني اغ المقاومه الداخليه ديال العمود. شحال من اغ عندي؟ عندي اغ واحد صغيره واغ جوج صغيره. اذا زائد اغ واحد صغيره زائد اغ جوج صغيره، هاد لا سوم كتعني مجموع. ثم زائد اغ بريم اي، شحال من اغ بريم عندي؟ عندي غير وحده حيت عندي محلل واحد. كون كان عندي جوج ديال المحللات غنديروا اغ بريم واحد زائد اغ بريم جوج. اذا تساوي، غنديروا تطبيق عددي، تطبيق عددي او واحد هي في المعطيات هي 6 فولت، هما عندكم هنا في الجانب، زائد او جوج هي 4 ناقص او بريم هي 4.5 على اغ واحد هي اغ واحد هي 5 اغ كبيره واحد، زائد اغ جوج كبيره زائد اغ جوج هي 10، زائد اغ واحد صغيره هي 1، زائد اغ جوج صغيره اغ جوج عفوا هذه 0.5 0.5 ثم زائد اغ بريم. اغ بريم هي 1.5 1.5. اذا الى حسبتي هذه بآلة حاسبة غتلقى بانها تساوي 0.30 امبير، 0.3 امبير، يعني صفر من بعد الفاصله كما كتعرفوا راه ما كيتخرجش بعين الاعتبار. اذا هذا هو التطبيق ديال قانون بوي. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الدرس هذا، كنتمنى لكم التوفيق. إلى عندكم أي سؤال أو استفسار ما تنسوش تخليه لي في التعليقات أسفل هذا الفيديو هذا. دمتم في أمان الله وحفظه.